هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي باتيدو دي باستاجو، بمعنى ميلك شيك بالفستق. هكذا يبدو مشروبنا الصيفي اللذيذ بعد أن أتممت إعداده. متابعينا الكرام، وقبل البدء بعمل وصفتنا لهذا اليوم، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تشجيعا منكم لنا على مجهودنا، ولتصلكم جميع إشعاراتنا وفيديوهاتنا أولا بأول دون الحاجة منكم بالبحث عنها في اليوتيوب. والآن أحبتي، هيا بنا لنرى كيفية إعداد هذا المشروب الصيفي مع بعض. باموس. الآن إليكم المقادير. حبتين من الموز، ها هي قشرتها وقطعتها، و 150 جرام من الدوندر مائي الآيس كريم بالفستق، وعسل، وحليب كامل الدسم، ها هو. ها هي مكوناتنا. الآن سأضع قطع الموز المقطعة في الخلاط الكهربائي هكذا. بعد ذلك سأضع الدوندورما أو البوظة بالفستق هكذا. سأضع كوب من الحليب كامل الدسم، هكذا كوب ونصف. بعد ذلك سأضع ملعقتي طعام من العسل. الآن وبعدما وضعنا العسل والموز والدوندورما بالفستق، سأعمل على مزجهم مع بعض. قبل تقديمها سأضع لها رشة من الفستق في الوجه هكذا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم باتيدو دي باستاجو، أي ميلك شيك بالفستق، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. متابعينا الكرام، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي، واللايك ومشاركة أصدقائكم وأحبتكم فيديوهاتنا، ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم دون العناء والبحث عنه من قبلكم
في اليوتيوب. جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة. أستودعكم الله وأديوس.